نروح من الاخ اللي في استراليا لفرنسا. ماشي، موظف فرنسي خد تعويض عن عمله السابق، تعويض قيمته 45,000 دولار، مع ان الشركه يورو بقى يورو، مع ان الشركه رفضته. يعني رفضوه ودوله تعويض؟ ليه؟ لا، هو رفع عليهم قضيه ان انا يا جماعه انا الشغل بتاعي، انا شغال بقالي 4 سنين والشغل ممل جدا، وان هم ما كانوش بيسمحوا ليا ان انا ابدي افكار او حاجات جديده في الشغل. هم كانوا بيرفضوا ده كله، وانا افنيت عمري 4 سنين في الشغلانه دي، وفي الاخر رفضوني. والغريبه ان هم لما رفضوه لانه اتغيب اكتر من مره، يعني غاب اكتر من مره عن شغله، بس هو شغله ممل جدا من شركه عطور. طب ايه اللي مضايقه؟ اكيد بقى قاعد ما يعني ما بيعملش حاجه. فهو بعد ما رفضوه رفع عليهم قضيه، رفع عليهم قضيه ان انا حصل لي حاله ملل، وان الشركه ما استفادتش بافكاري وحاجات كده. فالمحكمه حكمت له ب 45,000 يورو. يعني هم معين. هو غاب فهم رفضوه. فلما رفضوه رفع قضيه وقال ان هو كان مكتئب في الشغل وحاسس بالملل. فالمحكمه حكمت له هو 4 سنين، مع انه شغال 4 سنين، دي حاجه مش كتيره. 45 الف يورو ده كتير، يعني اكتر من 10,000 يورو عن كل سنه. ايوه، 11,000 وشويه يورو عن كل سنه. يا حبيبي والله زهقان قوي. طب يبقى احنا نستفيد ايه؟ ان لو الشركه كانت سمعت افكار وسمعت حاجات وتجاوبت، ما كانتش دفعت ال 45. يلا مبروك عليك يا روحي، ال 45,000 يورو اتهنى بيهم. اتهنى بيهم، اصرفهم في العافيه. فرنوط فرنوط، قارني نفسك بالراجل. شفت السوشيال ميديا عملت ايه في ايدي؟ صح. حد عايز يقول حاجه؟ ثانك يو شيري. ثانك يو حبيبي، ربنا ثانك يو. نتقابل على خير يا رب دايما يا رب. دايما كده ربنا حمينا وحافظنا يا رب، وحاسين بالرضا دايما في كل الحاجات اللي احنا اهم حاجه في الحياه يا رب. ان شاء الله يا رب نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.